اعمل لك تشالنج النهارده صراحه لسه ما قلتلكش عليه. هل انت ذكر انف؟ وات ذا فوك. عمور يا جماعه عدى عليا عمر عبد القادر البطل المغوار، عدى عليا دلوقتي عشان هنروح نتمرن مع بعض سويمنج. هو فاكر احنا هنتمرن تمرين عاديه بس انا عامل له مفاجاه شيخ. يا عيني يا ابني. الحمد لله كل مره انا بروح له يمرن لي كونديشننج وفيتنس وبتاع، المره دي انا اللي همرنه بعد ان شاء الله الجينيس ريكورد. هبدا السويمنج اكاديمي بتاعتي وعمر هيبقى اول زبون. طبعا مع كامل احترامنا للكوتش ساره اللي اسست عموره بعد ما كان تروماتايز. كابتن ساره بالسعود. بعد ما كان تروماتايز وجاي عيني من حادثه قرش وما بيلمس الميه اسسته ودخلته اول تراثلون يبداوا، وانا النهارده مش هعمل له اي حاجه. بعد ساعة وربع خلص، بعد ساعة وربع بالظبط ان شاء الله او ساعة ونص. السلام عليكم. نادي 6 اكتوبر وشباب كتير قوي جنازة بتتمرن. ايه رايك في نادي 6 اكتوبر؟ جميل، يعني مش اول زياره ليا الحمد لله. هنا صورنا اعلان تقريبا زمان ولا كان انترفيو. صورنا انترفيو انا مش فاكر ايه هي بس لا كان لطيف. يلا بينا ساعة الابطال. بس في اليمين بقى عشان مش احنا سلفيين. انا هنزل بالابل وانت تنزل بالجارمن وهنولع الدنيا. بس انا هعمل لك تشالنج النهارده صراحه لسه ما قلتلكش عليه. هل انت ذكر انف؟ قادر؟ عيب. قادر؟ عيب. 1K ايزي جو. ايزي؟ بس نون ستوب؟ بس نون ستوب؟ بس نون ستوب؟ ممكن. طب اي حاجه ولا اسخن اول؟ اي حاجه ولا لازم فري ستايل؟ اي حاجه المهم انت توصل. ماشي. 1K على الجول. يلا هنشوف. هنشوف مع الاعتبار يا جماعه ان الراجل ده اكتر حاجه عملها قبل كده 450 متر صح؟ 450 متر. ف 1K دي بالنسبه له حاجه كبيره، هو اصلا نزل المايه بالعافيه. ف 1K هو بس متكبر كده بس هيهنج مني في النص انا متاكد. بس هيبقى شخص في مصر يا عاد المانش كله فين لحد دلوقتي. قناه السويس ده عمك خليج العقبه كان عمال يقول لك يا جماعه الحوار صعب، 20 كيلو 8 ساعات. عم البحر شف... اسهل من هنا بس اصعب يعني. اصعب في النافيجيشن واصعب في الموج واتجاهات وبتقوم مسافه اكبر. بس هو الفلوتنج الفورمه ايه؟ ما تقولي كده الكات مش بيبين يا راجل. لا على نضيف مدفنش على نضيف مدفنش عندي. هتجيب مع البنات؟ هتجيب يعني اللي ليهم في الاسود هيجيب معاه. كله ليه في الاسود؟ كله ليه في الاسود. ها ليه ما سجلناش الكلام ده؟ بننسى دايما يا جماعه احنا فلوجرز. هيعمل اول حاجه 50 في 50 يسخن، وبعد كده هيعمل 100 على بعض كل ده تسخين، وبعد كده في 100 هنعملها انا وهو مع بعض علشان اوبا الابس علشان نظبط نظبط شويه تكنيكس. بعد كده هيبدا ال 1K. 1K اوبا يلا ولا ايه؟ ايه عارف تشيل ولا ايه؟ عازف في مقاسي؟
مؤاخذة بس التكنولوجيا دي شغالة من دلوقتي؟ اه البطء ده بطيء اصلا الدرون مش عايز يطير. الشاب الطري ده بعد اول 50 بيقول لي 1 كيس تو ماتش. الطري هيكمت حاضر يا كوتش. انت انا النهارده بقول لك خليت صفحه كده تقيله قوي. انا لسه الموضوع مش بعمله انكونشس فاهم. ريح وانت عايز قوم ابطا قوم ستيك لايت اكتر دلوقتي. يعني الحمد لله ما شاء الله عليك بتقوم اكتر احسن من الاول بكتير. يعني اهدى بكتير فجأة جسمك هادي بس عضلاتك نفسها مشدودة. هتركز على حتة ريلاكسنج وتريح وانت عايز. كم سلة كم؟ انا عملت 300 كده صفار. 300 ايه كنت؟ 300 عملت 200 تعدى ساعة 300 دي كدابة. انت عندك 50 في 50 ومية صح؟ 50 على 100 يا سادة. الكيلو يبدأ لو مش جاهز اعمل 100 كمان. لا يعني حاسس 100 ده كده ببرن اوت يعني بحرق نفسي. لو كده ابدأ بقى وزي ما تيجي. يلا انا نازل لك. عموره في اخر 100 بيكافح شويه يعمل بدار وشويه يعمل وش. بس اللي عجبني فيه ان هو يعني ما استسلمش خالص. في الماجيك اور عموره بيخلص اخر 50 متر. يلا وحش يلا وحش ترى يعملها ازاي. يلا بطل عاش عاش خش الرسول العظيم بطل كمل هبا هبا كمل بيكافح عموره باي طريقه عشان يوصل يخلص ال1 كي. 1000 كيلو دولار مش 1000 كيلو. 1000 كيلو عاش وحش. وانت اديتهم كده قلت له العرض بس انا قايل لك خلاص 1000 كيلو. كلامي واضح. عاش والله. هات الهاي فايف بتاع البلوجرز ده. هاي فايف هاي شوف احنا بنقوم ازاي بنتعذب ازاي عشان نوصل من حمام السباحه للكرسي. الحمد لله يا جماعه. ليش حد يصورني كده؟ مش حد يصورني. في الماجيك اور طبعا رجلي دليله محدش بيرفع لي. اروح اجيب رجلي وارجع رجلي. ودي كانت نهايه التشالنج بتاعنا النهارده. عموره عش عموره عش جامد الحمد لله جامد فخر مصر.